تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صباحكم الله بالخير، حياكم الله في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا استقبال استفساراتكم، اقتراحاتكم، مداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج عيسى سبيل. صباحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم اليوم دكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بداية حبيت أبارك لكم بالرحمة. البارحة ما شاء الله الأجواء كانت جميلة، والمطر كان خاصة بعد الفطور في أماكن كانت من يوم السبت الحمد لله المطر فيها، والحمد لله البارحة بعد كان مستمر. إن شاء الله الله يجعلها أمطار خير وبركة على الجميع، وخاصة في هاي الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك. خلال فقراتنا اليوم مثل ما عودناكم بنتطرق الأمور صحية كثيرة تناسب هذا الشهر وتناسب بعد كذلك. في أسئلة تتطرق في بال كثير من المرضى أو حتى من الناس الأصحاء اللي عندهم أقاربهم أو حد من عائلتهم عنده أمراض معينة، كيف يأثر فيها الصوم وكيف الواحد يتفادى أي مشاكل خلال هذا الشهر. وإن شاء الله اليوم بنتطرق الموضوعين مهمين خلال فقرتنا لليوم. طبعا نحن من بداية رمضان دائما نذكركم بسالفة الماء، ونركز على سالفة أن زيدوا كمية الماء تشربونه، شربوا كمية يعني كمية بحيث أن ما تحسون بالعطش ولا بالجفاف خلال أيام ساعات الصوم اللي هي طويلة تكون خلال اليوم، وخاصة الناس اللي تبذل مجهود تطلع وتدخل خلال فترة ما يكون درجات الحرارة خارج البيت أو الأماكن المكيفة تكون شوية عالية. طبعا الناس وايد تسائل كم كمية الماء اللي أحتاج أشربها، شو الأشياء الثانية اللي تتداخل. يعني طبعا الصغار يختلفون من الكبار، يختلف كل شخص، يعني لعمره 30 يمكن واحد يمارس الرياضة بشكل كبير، واحد رياضي وايد فيحتاج كميات مختلفة عن الشخص اللي ما يمارس الرياضة أو رياضة تكون قليلة. اليوم دراستنا إن شاء الله تتطرق لها الموضوع اللي هي الماء، ما الكمية المطلوب تناولها يوميا، ما كمية الماء التي ينبغي شربها يوميا. هو سؤال بسيط لكن دون إجابة سهلة. في دراسات وتوصيات مختلفة على مدار السنين، ولكن في الحقيقة تعتمد احتياجاتنا من الماء على عوامل عدة، منها حالتنا الصحية ومدى نشاطنا والمكان اللي نعيش فيه. رغم أنه لا توجد تركيبة واحدة تتناسب مع جميع الأشخاص، إلا أن مقالا لمايو كلينيك يشير إلى أهمية معرفة المزيد عن احتياجات الجسم من السوائل للمساعدة على تقييم كمية الماء اللي يشربها الشخص كل يوم. الفوائد، طبعا يعتبر الماء هو المكون الكيميائي الرئيسي للجسم، يشكل حوالي 60% من وزننا. كل أجهزة الجسم تعتمد على الماء، على سبيل المثال يقوم الماء بنقل العناصر الغذائية إلى الخلية ويوفر بيئة رطبة لأنسجة الأذن والأنف والحلق. عشان شيء الناس اللي ما تشرب ماء وايد بتلاحظ جفاف شديد في جسمها، حتى لو تستخدم المرطبات بس بعد بتلاحظ أن جسمها دائما يجف، وقد يؤدي نقص الماء إلى الجفاف، وهو حالة تحدث عندما لا يحتوي الجسم على القدر الكافي من الماء للقيام بوظائفه الطبيعية، بل حتى الجفاف الخفيف قد يستنفذ طاقتك بالتالي تشعر معه بالإعياء. بالنسبة للوظائف، فقد الجسم كل يوم قدرة من الماء عبر طبعا فقدنا اليومي للماء من التنفس، إفراز العرق، تبول وتبرز أكرمكم الله، ولكن يقوم الجسم بأداء وظائفه على النحو الأمثل. يجب علينا تعويض نقص الإمداد بالماء عن طريق تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الماء، وبالتالي
كم قدر السوائل اللي يحتاج الشخص البالغ المتوسط سليم البنية اللي يعيش في مناخ معتدل؟ لقد حدد معهد الطب أمريكا أن الكمية الكافية للرجال تبلغ حوالي 13 كوب اللي هو 3 لتر من إجمالي المشروبات يوميا، وتقدر الكمية الكافية للنساء بحوالي 9 أكواب اللي هو 2.2 لتر من إجمالي المشروبات يوميا. 8 أكواب، هناك مقولة أجنبية تقول اشرب 8 أكواب من الماء سعة كل منها 8 أوقيات يوميا، وهاي يعادل حوالي 1.9 لتر، وهالمقدار لا يختلف عن المقدار الذي يوصي به معهد الطب. وعلى الرغم من عدم وجود دليل قوي يدعم قاعدة 8 في 8، تظل هاي القاعدة شائعة نظرا لسهولة تذكرها. شو العوامل اللي يعتمد عليها كثر أو كمية استخدام شربنا واستهلاكنا للماء؟ تحتاج العوامل تحتاج إلى تعديل إجمالي كمية السوائل وفقا لمدى نشاطك والمناخ اللي تعيش فيه وحالتك الصحية، وما إذا كانت المرأة حامل أو ترضع طفلها رضاعة طبيعية. أولا بالنسبة لممارسة الرياضة، إذا كان الشخص يمارس الرياضة أو يشترك في أي نشاط يجعله يتعرق، فهو بحاجة إلى شرب مقدار إضافي من الماء لتعويض فقدان السوائل، ويكفي شرب أكواب إضافية من الماء تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 كوب، ما يعادل 400 إلى 600 مللتر لجولات ممارسة التدريبات الرياضية القصيرة. ولكن الرياضة الشديدة التي تدوم أكثر من ساعة على سبيل المثال مثل العدو الماراثون، وحين لاحظنا ما شاء الله أعداد كبيرة يعني تكون في الرياضات مثل الجري والماراثونات، فهل الأشخاص يتطلبون تناول المزيد من السوائل اللي هو الماء؟ تعتمد الكمية الإضافية من السوائل اللي يحتاجها جسمنا على كمية العرق اللي يفرزها الجسم أثناء ممارسة الرياضة ومدة ممارسة الرياضة ونوعها. الكمية اللي قلتها 1.5 إلى 2.5 كوب إضافة إلى الكمية اللي ذكرناها سابقا بخصوص الرجال 3 لترات والنساء 2.5 لتر، هذا المعدل المتوسط العادي يعني بدون ممارسات رياضية. بخصوص الممارسات التدريبات الرياضية الشديدة أثناء الجولات الطويلة وممارسة الرياضة الشديدة، من الأفضل استخدام مشروب رياضي كذلك يحتوي على الأملاح لأنه يساعد على تعويض كمية الصوديوم اللي موجودة في الجسم واللي تطلع عن طريق العرق. إضافة إلى ذلك نستمر طبعا في شرب كميات كبيرة من الماء. بالنسبة للبيئة، في الطقس الحار الرطب طبعا التعرق يجعلنا نتطلب شرب مزيد من السوائل، وكذلك يمكن للهواء الساخن في الأماكن المقلقة أيضا أن يتسبب في فقدان البشرة لرطوبة في وقت الشتاء. بالإضافة إلى ذلك قد تؤدي المناطق اللي يزيد ارتفاعها عن 8200 قدم إلى زيادة التبول وزيادة سرعة التنفس، مما يعني استهلاك كمية أكبر من احتياط السوائل في الجسم. بالنسبة للأمراض الظروف الصحية مثل واحد يوم يكون عنده حمى أو يعاني من القي والإسهال فيفقد جسمه مزيد من السوائل، وفي هالحالات يجب عليه أن يشرب مزيد من الماء. في بعض الحالات قد يوصي الطبيب محاليل الجفاف التي يتم تناولها عن طريق الفم مثل يعني ما نذكر مثلها مثل باوريد أو جاتوريد. وقد تحتاج أيضا إلى زيادة كمية السوائل إذا كان الشخص يعاني من حالات مرضية معينة مثل عدوى المثانة للالتهابات البولية أو الحصوات في المسالك البولية، لأن الناس اللي عندهم حصوات أول يمكن يلاحظون هالشيء أول ما يبتدون يقللون من شرب الماء على طول آلام الحصوات ترجع لهم مرة ثانية، فيفضل أن يشربون كميات كبيرة من الماء. بالنسبة للحمل والرضاعة، تحتاج النساء فترة الحمل والرضاعة إلى شرب كميات إضافية من السوائل لتعويض جفاف الجسم، حيث يتم استهلاك كميات كبيرة من السوائل بشكل خاص عند الرضاعة. ويوصي معهد الطب أمريكا المرأة الحامل بتناول حوالي 10 أكواب اللي هو 2 لتر من السوائل يوميا، كما يوصي المرأة التي ترضع ولدها رضاعة طبيعية بتناول حوالي 13 كوب اللي هو 3 لترات من السوائل يوميا، لأنها طبعا يعني بتفقد سوائل كثيرة من جسمها، فهي يفضل أن تشرب كميات كبيرة من أو كميات كثيرة من السوائل لتعويض الفاقد طبعا من الجسم. مثل ما ذكرنا بخصوص الناس اللي عندها الحمى اللي عندها الجفاف مثل
التقيؤ كرمكم الله أو الإسهال تشرب كميات سوائل كبيرة خاصة الماء، هذا الشيء بيؤدي إلى تقليل الجفاف اللي حاصل في جسمها عن طريق فقدان هاي السوائل الكثيرة من الجسم. والماء مهما سبحان الله استبدلناه بأشياء ثانية بس يعد يعني حاجتنا له حاجة كبيرة، يعني حتى لو ابتدينا بسوائل ثانية بس سبحان الله الماء حاجة جسمنا له كبيرة. الناس حتى يعني يمكن ناس كثيرة تشتكي أن دائما بشرتي جافة، مهما استخدم كريمات أو استخدم مرطبات للبشرة. أول شيء ركزوا على سالفة شرب الماء، شرب الماء له دور كبير وبتلاحظون الفرق من تبتدون تشربون كميات كبيرة من الماء. دائما الشخص بنقول له تشرب كمية زينة من الماء بيقول لك هي اشرب، بس دائما نسأل نفسنا كم الكمية اللي أشربها في اليوم، على نهاية اليوم أسأل نفسي كم الكمية اللي شربتها في اليوم. بتلاحظون أن معظمنا يمكن يشرب كميات بسيطة، بيقولك الدب الصغيرة أو كاسين، يعني مرات من انشغالنا ننسى. فحاولوا تحطون في كل مكان عندكم دب أو دبتين ماي، هالشي بيخليكم تتذكرون دائما شرب الماي وما بيتحسون بنقص في الماي خلال سواء فترة شهر رمضان أو في الأيام الثانية اللي بعد شهر رمضان، لأن عنصر أساسي ويأثر على جسمنا بالكامل. مستمعينا الأعزاء بنطلع فاصل إن شاء الله وراجع لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006. بالنسبة لموضوعنا في هاي الفقرة بتكون موضوع مهم صراحة، الناس دايما تستفسر عنه أو شوي يخوفه خلال شهر رمضان، اللي هو كيف نحافظ على وزننا في رمضان. طبعا في ناس وايد تبتدي بحمية غذائية أو توازن في أكلها أساسا تحافظ على الوزن، في ناس سبحان الله ما تهتم بهالشيء وعقب تتفاجأ في آخر الشهر أن وزنها زايد بكمية كبيرة. اليوم بتكون ويانا الأستاذة فاطمة الدرويش أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وبتكلمنا عن كيف نحافظ على وزننا في رمضان. صبحت الله بالخير فاطمة. صبحت الله بالنور يا هلا. هلا فاطمة. فاطمة طبعا الوزن من أهم الأشياء يمكن الواحد يركز عليها، وفي ناس وايد تتخوف خلال شهر رمضان أن وزنها يزيد، فشو هي كيف نحافظ على وزننا خلال شهر رمضان؟ هي صح، في البداية شهر رمضان يعني فترة الصيام عندنا أطول عن فترة اللي نحن نتنفي، يعني فترة الفطور اللي هي من فترة الفطور لين السحور الوقت يمكن أقل. فالمفروض إن إذا الواحد اتبع حمية غذائية متوازنة وكان أكله متوازن المفروض إنه ما يزيد الوزن، بالعكس صح. المفروض تكون فترة هي فترة إن الجسم يتخلص من السموم، يتخلص من ال السموم اللي في جسمنا كانت طول السنة. في شهر رمضان يعني يبدأ الجسم يتخلص منها وينظف جسمنا، فالمفروض تكون بداية يعني هالشهر نتخذه كشهر لتنظيم يعني نظامنا الغذائي، إعادة يعني التفكير في هالموضوع، في نمط غذائنا بشكل عام. صح. فالطرق المحافظة على وزن صحي في رمضان كثيرة. في البداية أهم شيء اللي هي أن الشخص يعتمد على خطة واضحة لنظام الغذائي، أنه يكون متوازن في شهر رمضان. قبل ما يجي شهر رمضان المفروض أن الشخص يسأل يستفسر عن كيف بيقسم واجباته، أو يحط في باله أنه كيف الوجبة راح تكون، كيف نطبق الطبق الصحي اللي دائما نتكلم عنه اللي هو نص يعني نكسر من الخضروات والفواكه، نشرب ماء دائما خلال اليوم، نتناول كميات كافية من البروتين، النشويات ناخذها باعتدال، الحلويات ما تكون يعني زيادة عن حدها. فكل هالأمور تكون واضحة للشخص يعني كخطة قبل ما يجي شهر رمضان، عشان أسبيا لم يعني يتبعها بشكل يعني مباشر في شهر رمضان ويطبقها. ثاني شيء مهم أن الشخص يعرف ويطبق الكميات الصحيحة اللي هو يحتاجها في يعني في يومه لجسمه المحافظة على وزنه، خصوصا إذا طبقنا الطبق الصحي. يعني المفروض يعرف الشخص كم كميات النشويات اللي لازم يأكلها، شو نوع النشويات اللي لازم يأخذها خلال شهر رمضان، مثلا شو الأشياء اللي محتاج يعوضها بعد فترة
الصيام. أيوة ثالث نقطة عندنا طبعا ضرورة ممارسة النشاط البدني لحرق الدهون والسعرات الحرارية المختزنة في الجسم. دائما نقول في رمضان يعني إذا الواحد يفضل أنه يكمل على نظام النشاط البدني اللي مستمر عليه قبل، وإذا كان مثلا في رياضة عنيفة أو شيء مثل يكون بعد فترة الفطور بساعتين مثلا أو 3 ساعات، وما يكون بعد الأكل مباشرة عشان ما يستوي أثر هضم، صح، ويكون عنده طاقة الواحد إنه يعطيه شوي في الرياضة. ايوه أما إذا اكيد. كانت الرياضة خفيفة مثلا كمشي وشذي، ممكن تكون قبل الفطور بنص ساعة مثلا، بس يكون مشي خفيف وما تكون فيها أي رياضة عنيفة. لكن إذا كانت فيها مثلا أثقال أو أي رياضة فيها جهد أكثر، تكون يفضل بعد فترة الإفطار. وطبعا ان نستمر على هالنظام اللي هو ممارسه الرياضه بشكل منتظم في شهر رمضان، بعد بيحافظ اكيد على وزننا الصحي في هالفتره. لأنه بيحرق دائما، يعني كأن الجسم دائما يحرق السعرات الحرارية اللي قاعد يستهلكها خلال الشهر. صح. وبعد عندنا شرب الكفايه من الماء، ها شيء ضروري خلال فتره الافطار. وطبعا يمكن الأغلبية يمكن ينسون الماي، أو مثلا صعب أنهم يوصلون لهدفهم أو كفايتهم من الماي خلال هالفترة اللي هو من الفطور للسحور. صح، فدائما يفضل أنهم يقسمون أكوابهم، مثلا إذا يحتاج الشخص 8 أكواب 10 أكواب، يعني على حسب كم لتر يحتاج جسمه، يقسمهم كمثلا كل كوب يكون قبل الإفطار، بعدين قصدي قبل الوجبة الرئيسية، يعني أول ما يفطر، بعد الصلاة، بعد الصلاة بساعة أو نص ساعة، فترة بسيطة يعني بين صلاة التراويح. يعني نحاول أن نقسم الكميات اللي نحتاجها من الماء خلال فترة الإفطار لين السحور، عشان صح. ما نجلس نشرب مرة واحدة يعني قبل السحور نتذكر أنه أو ما شربنا كفايتنا من الماء، ما صح، بيساعد هالشيء أنه والتخوف جسمنا أن الواحد يعطش خلال اليوم. بالضبط. فإذا عشان الواحد ما يعطش خلال اليوم، المفروض أنه يشربها يعني دفعات خلال فترة الإفطار. ولا أن الواحد بعد يتريى أن يعطش عشان يشربه. بالضبط، هي المفروض هاي يكون هذا جزء من هدفهم الغذائي، يعني خلال اليوم لازم أخلص هالكمية المعينة من الماء. وثالث شيء طبعاً أهم يمكن مشكلة اللي هي المغريات، وجود المغريات اللي في الطعام، الجيمات والحلويات والكثير من المغريات اللي في الأكل اللي ممكن تخلينا ناكل بدون ما نحسب. صح، لكن ضروري عشان الشخص يحافظ على وزنه الصحي يكون في يعني عنده يعني بلان، عنده خطة انه اوكي اليوم انا باكل مثلا الجيمات بس ما باكل سمبوسة، ما باكل، يعني يعوض عن شيء، عن ما يحرم نفسه ويعوض يعني بيوم ثاني، او يحافظ على كميات بسيطة، يعني ما يحرم نفسه وما ياكل اكثر عن ما يكثر يعني في تناول هذه الأطعمة، ما صح، ياكل أكثر عن اللي جسمه يحتاجه أو اللي راح بس يخزن له سعرات حرارية. وطبعا نتجنب أن نتناول الحلويات والسكريات قبل الأكل، لأنه ممكن هالشيء يعني ما يخلي الشخص أنه ياكل الوجبة الرئيسية أو الأساسية خلال فترة الفطور أو في وجبة الفطور. ويستعيضها بالحلويات، يعني بالحلويات بالحلويات هي. والسكري بالضبط. وخاصة أن تعرفين يعني إذا الواحد بيبتدي بالحلويات أكثر بداية قصدي، فبياكل كمية إلا كبيرة الحلو، لأنه بيكون إيه يعان، وعقب صح بي على بالضبط. الشيء الرئيسي فما بياكل الكمية اللي هو المفروض ياكلها من يعني من الأكل المفيد لجسمه. المفيد الرئيسي بالضبط. فهاي الأطعمة المحببة اللي في شهر رمضان مثل الجيمات والسمبوسة ناكلها كميات قليلة، أو على الأقل في أيام محددة من الأسبوع، مثلا نقول أوكي يوم الخميس يوم التجمعات العائلية ممكن آكل، بس باقي الأيام يكون في كنترول، يكون في يعني شوية نكون واعين أنه أوكي ما راح نخبص، في أشياء لازم ناكلها، في فواكه، في يعني جزء من غذائنا الأصلي الأساسي ما خذناه، اللي هو صح، مثلا كمية معينة من الفواكه، كفايتنا خذينا كفايتنا من السلطات والخضروات، من الألياف، من الحبوب الكاملة. فنحاول نتذكر هالشيء عشان
يعني يساعدنا شوي انه نقوي ارادتنا ونبتعد عن هالحلويات والسكريات بكثرتها، ونفس الوقت نقللها. ما نحرم نفسنا. يعني صح كلامك صح. الجميل فاطمة انك حطيتي كجزء يعني خطة، الواحد يخطط شو ياكل كل يوم، يعني مثل يسوي له جدول يوميا شو بياكل او ان شو بيعوض بدال شيء. الثاني النقطة المهمة اللي ذكرتيها اللي هي المعرفة، كل ما عرفنا فوائد الاكل اللي ناكله بنركز على الاكل اللي فيه جسمنا، سبحان الله، يعني صح بنركز. بالضبط. فهالنقطة جدا جميلة، الواحد يحط تخطيطه شو الأشياء اللي بيسويها، وثاني شيء يعرف بالضبط، يكون عنده ثقافة كبيرة بخصوص التغذية، والحين الحمد لله أشياء وايد متواجدة بحيث نعرف كل غذاء شو أهميته وكم الكمية اللي موصى فيها. وهالشيء أكيد نفس ما ذكرتي يحافظ على الأوزان في رمضان لأنها تزيد، ولا أن الواحد ينقص وزنه بشكل غير طبيعي. كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا الكرام فاطمة. بس كلمة أخيرة، أن نحاول نستغل فترة رمضان مثل ما قلت، أن صدق نستفيد منه. يعني هو في هالشهر المفروض أن الواحد يعني مو بس تركيزه مثلا على الأكل، أو أنه صح الواحد يمكن خلال فترة الصيام يوع ويكون في خاطره وايد أشياء، بس ما ننسى الأكل الأساسي اللي المفروض نحن ناكله. ما نبتعد يعني بشكل كبير عن نظامنا الغذائي اللي نحن عليه طول السنة، بالعكس المفروض يتحسن في شهر رمضان، ونحاول ناخذ هالوقت أن نعدل من نمط غذائنا، نزيد الرياضة، نشرب كميات كافية من الماي، ناكل باعتدال، لأنها كل جزء من يعني من فوائد الصيام أصلا المفروض نستغلها، يعني مش ما تكون ضدنا. صح. الأستاذة فاطمة درويش، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو، مع السلامة. شكرا. مثل ما ذكرت لنا الأستاذة فاطمة أشياء وايدة من هالخطة، شو نسوي يعني نحط في بالنا شو الأشياء اللي بناكلها خلال الشهر أو بعد الفطور، يعني فترة الفطور السحور. معرفتنا كل ما دققنا وعرفنا أكثر عن هالأكل أو المصدر الغذائي بيزيد تشجيعنا أن ناكل أشياء صحية أكثر. التمرينات الرياضية، نشرب ماء كفاية، سبحان الله، يعني رمضان 30 يوم، يعني الواحد إذا التزم فيها بهالطريقة لمدة 30 يوم كأن نظام حياتي يتغير للأحسن. يعني هاي سبحان الله يمكن يكون فرصة للتغيير من حالة، يعني خلال هذا الشهر نمط حياة كامل لأشخاص كثيرة. مستمعين الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله أرد لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. فقرتنا الحين بتتكلم عن مرضى الكلى والصيام. طبعا دائما كنا نطرق الأمراض السكري أكثر شيء، أمراض الضغط، اليوم الكلام بيكون أكثر بخصوص أمراض الكلى. نعرف في أعداد كبيرة عندهم أمراض الكلى، من أمراض بسيطة إلى أمراض كبيرة اللي هو الفشل الكلوي، اللي دائما يستمرون على علاجات مثل الغسيل اللي متواصل دائما. يعني فاليوم بنتكلم إن شاء الله عن مرض الكلى والصيام، ويانا اليوم الدكتورة سيمة عبد الله العوضي، أخصائي أول أمراض كلى بمستشفى دبي. صبحت الله بالخير دكتورة. صباح النور. هلا دكتورة. دكتورة، نحن عارفين بالنسبة لي مرض الكلى بالنسبة له وبالنسبة لعلاقته بالصيام، خاصة المرضى خلال هالفترة أن شهر واحد بس عندهم، فالكل متشوق لهالشهر وأن يصوم خلال هذه الفترة، بس أكيد ما بكل واحد بيقدر يصوم، خاصة اللي عندهم أمراض للكلى. فهل الصيام أثر على مريض الكلى؟ بالنسبة لأمراض الكلى، أمراض الكلى أنواعها واسعة، يعني وايد في أمراض، إذا بدأنا نتكلم بيكون في أشياء كثيرة، فبس إحنا بنتكلم عن مجموعة من الأمراض الكلى، خصوصا للناس اللي يكون عندهم قصور في الكلى، فشل في الكلى، والناس اللي يكون عندهم مثلا فشل كلى حاد، الناس اللي يكون عندهم زراعة كلى، زارعين كلى. فكل واحد حسب حالته ممكن نقول إن أنت تقدر تصوم الشهر الفضيل ولا لا. فممكن مثلا يعني أحسن شيء المريض اللي يعاني من أمراض في الكلى لازم يستشير طبيبة قبل الشهر الفضيل،
يقول لي إن أنا أقدر أصوم ولا لا، لأن أيوة كل حالة حسب الحالة. يعني ممكن مثلا في ناس يكون عندهم قصور كلوي بس تكون من النوع البسيط. احنا صح الكلى، الفشل الكلوي المزمن، احنا نقسمها على 5 يعني مراحل: المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه، الرابعه، الخامسه. الرابعه كل ما كان زدنا كل ما كان متطور المرض اكثر. المرحله الخامسه تكون المرحله الاخيره اللي هو قبل الغسيل الكلى. فعاده احنا الناس اللي يكونون في المرحله الرابعه والخامسه نقول لهم ان ما يصومون، لأن ممكن الصوم تكون يعني سبب في تدهور الكلى واحتياج المريض حق الغسيل يعني في وقت أقصر يعني. ايوه فعشان كذي احنا نقول لهم أحسن إنه ما يصومون في شهر رمضان، ما يصومون أصلا يعني، حتى في الأيام العادية ما يصومون. بس حتى في ناس في مراحل يعني بسيطة ممكن يكونوا في المراحل الثانية، المراحل الثالثة، بس يكون عندهم أمراض ثانية مثل مرض القلب، مثل يكون عندهم السكر والسكر ما يكون مستقر، أو صح حتى يكون عندهم مثلا تدهور في وظائف الكلى، يعني الكلى ما يكون مستقر. نقول لهم حتى هذول المجموعة نقول لهم ما يصومون. بعدين الناس اللي استوى لهم فشل كلوي حاد، مثلا في ناس كبارية مثلا ما يشربون ماء عدل، يستوى لهم التهابات، فيستوي لهم يعني تدهور في وظائف الكلى، يدخلون المستشفى بسبب التهابات وهالأشياء ويتحسنون من الفشل الكلوي. بس هذيل المجموعة بعد نقول لهم مثلا هالسنة انتم لا تصومون، بنشوفكم السنة الجاية ان شاء الله، اذا اموركم مستقرة بنقول لكم ان شاء الله تقدرون تصومون. فهاي تقريبا الناس كل حالة حسب الحالة، حسب المرحلة اللي هو وصل فيها، مرحلة يعني القصور الكلوي، نكلم المرضى. هاي صح، والواحد ما يقارن نفسه بغيره، يعني هو عارف أن الشخص الفلاني فرضا عنده بعد نفس الشيء أمراض في الكلى فرضا ويصوم، فناس وايد تج فلان يعني نفس حالتي وأنا أصوم، بس نفس ما ذكرتي دكتورة عوامل كثيرة يعني على حسب درجة المرض، وثاني شيء إذا كان مصاحب أمراض ثانية أو لا خلال هذه الفترة. صحيح صحيح. كل واحد يعني ممكن احنا من الناس نسمع اشياء، بس كل واحد يكون عنده نوع ثاني وحالته غير عن حالته الثانية. صح يعني حتى الاكل، يعني نوع الاكل، التغذية تكون غير، فكل حالة حسب الحالة. مثلا في ناس نقول لهم لا، انتم المفروض ما تاكلون اشياء فيها بوتاسيوم، في مجموعة لا يعني يقدرون ياخذون لان البوتاسيوم عندهم ينزل. فكل واحد حسب حالته وحسب تحاليله. صح دكتورة، هل هناك أي احتياطات أو استعدادات المريض الكلى خلال شهر رمضان للصيام؟ مثل ما قلنا، أول شيء استشارة الطبيب، أيوة أول شيء استشارة الطبيب المعالج. إنه حتى ممكن ما يكون طبيب كلى، ممكن يكون طبيب قلب، ممكن يكون طبيب سكر، هو اللي يقول له إنه يقدر يصوم ولا لا. أكثر شيء إحنا المرضى اللي نتابعهم خلال الزيارات اللي يجون قبل رمضان نخبرهم إن أنتم مثلا ما تقدرون تصومون وهالأشياء. طبعا في ناس وايد يعني يزعلون مننا، لازم هالشيء لازم نقولهم. بعدين الشيء الثاني، خلال الفترة الناس اللي احنا يعني نخليهم يصومون لازم ياخذون أدويتهم في وقتها. الأدوية اللي ياخذونها أدوية ثابتة، مثلا تلاقين في ناس زارعين كلى وياخذون أدوية، لازم هالأدوية ياخذونها كل 12 ساعة، لازم نسبة الأدوية ما تقل في الدم عندهم، فهذول لازم ياخذون الدواء. فممكن في الفتره اللي هي في الصيف وهذا ممكن ما يقدرون يصومون، صح بس الحين مثلا في ادويه ثانيه يقدرون ياخذونها مره واحده، ممكن نغير ادويتهم يعني اذا وظائف الكلى عندهم مستقره. ف بعدين الاشياء الثانيه اللي المفروض ياخذون احتياطاتهم، شرب الماي. المرضى اللي يقدرون يشربون ماي، يعني ما يكون عندهم احتباس للسوائل، ايوه لازم يشربون ماي كميه زينه، يعني مثلا من فتره الفطور بين السحور يقسمونها، يشربون الكميات اللي هم يعني المفروض يشربونها حسب تعليمات الدكتور الطبيب. المرضى اللي يكون عندهم حصى كلى دائما يجينا هالسؤال، الناس اللي يكون عندهم حصى يعني كلاهم يسوي حصى، هل هم صح يقدرون يصومون ولا لا؟ اذا هذول ما عندهم قصور كلوي يعني متطور، يعني يكون في المراحل اللي يعني بدائيه وما يكون عندهم الكلى عندهم شغلها زين، بس يكون عندهم اللهم حصى في الكلى، هذول عادي يقدرون يصومون، بس لازم في الفتره على الاقل يشربون 3 لتر من الماي. يزيدون وبعدين في كمية اشياء الماء. ثانيه من الماء، وبعدين لازم يشربون كمية من الماء، وبعدين لازم أكلهم ما يكون فيه وايد صوديوم. والأشياء اللي ممكن تسبب الترسبات، الأكلات اللي تسبب الترسبات تسوي لهذا مثل مشتقات الألبان والأشياء، لازم شوية يقللون منها ما يكثرون منها، فيكون كل شيء باعتدال.
الأكلات السريعة المفروض يتجنبونها ما يأكلون، المشروبات اللهم صل على محمد، المشروبات الغازية ايوه والأشياء اللي تدر البول مثل الشاي والقهوة لازم ما يزيدونها، يعني هذول اللي يسوي لهم إضرار في البول زيادة يسوي لهم جفاف، ايوه صح فأوريدي هم عشان صايمين يكون عندهم جفاف، فما يأخذون هالأشياء وايد بكثرة عشان ما يسوي لهم جفاف. وإذا مثلا شايفين نفسهم الأمراض اللي يعانون من الناس اللي يعانون من أمراض كلى، إذا شايفين نفسهم إنه ما يقدرون يكملون الصيام خلاص، يعني ما عليهم يعني أي عادي يقدرون يعني يفطرون، لأن صحتهم يكون أحسن يعني إن يحافظون على الصحة. هاي تقريبا الأشياء اللي المفروض يعني ياخذون بالهم قبل الصيام. دكتورة، أنت ذكرتي في أكثر من نقطة بخصوص مراجعة المريض الطبيب قبل شهر الصيام أو حتى قبل ما يبتدي يصوم، فشو أهمية مراجعة المريض للطبيب المختص قبل ما يبتدي يصوم أو قبل حتى شهر رمضان؟ صحيح، لأن عادة مريض الكلى غير عن أمراض اللي يكون صاحبة بألم مثل الحصى والالتهابات يكون ما يكون في أي أعراض، يعني مريض الكلى ما يكون عارف إن عنده مثلا فشل كلوي متطور إلا في المراحل المتقدمة يعني، فعشان كذي على الأقل يعرف كيف الكلى عنده، كيف وظيفة الكلى عنده، لأن ممتاز. يكون مسوي تحاليل، فمن التحاليل بنعرف إنه الحين هو وصل لأي مرحلة. اوكي، أيوة نقدر نقول له اوكي انت مستقر ولا لا. في ناس مثلا يكون عندهم وظائف الكلى تتدهور بسرعه، مثلا خلال شهرين 3 شهور كان الكلى تشتغل 40% استوى 30%، هذول بعد مجموعه احنا نمنعهم من الصيام، لان اذا كان سرعه تطور المرض بسرعه ممكن الجفاف يؤدي الى تدهور الوظائف الكلى اكثر، يوصلون 20 10 وبعدين يحتاجون غسيل. أيوة فعشان كذي وايد مهم ان يكونون مسوين تحاليل ويراجعون الطبيب عندهم عشان نعرف نقول لهم بالضبط، يعني اذا صاموا مثلا شو الاشياء اللي احتياطات اللي ياخذونها، تعرضهم للشمس، تعرضهم للجفاف، نكلمهم ان مثلا اذا تعبوا يعني ما يكملون الصيام، فهذا شيء وايد مهم. في ناس يصرون ان يصومون، صح فهذول احنا ما نقدر يعني نوقفهم بيصومون، بس نعطيهم عادة موعد خلال رمضان عشان نشوف وظائف الكلى كيف صارت، وما تكون متأثرة بكمية، يعني ما عساس تكون متأثرة هي بالجفاف. وتتداهمون الوضع على طول، يعني ما بالضبط يتأزم حالة المريض أكثر. بالضبط دكتورة، طبعا ذكرتي كذا شيء بخصوص الاحتياطات واستعدادات المريض، خاصة مريض الكلى رمضان، فها أكيد يعكس أو أن في فئة معينة أنتم يعني تنصحونهم بعدم الصيام، فشو هي المضاعفات المحتملة لمرضى الكلى في حال الصيام مع عدم قدرة المريض، يعني المريض اللي تنصحونه بعدم الصوم، شو هي المضاعفات اللي أنتم حاطينها في بالكم أو المحتملة اللي يمكن يصاب بها المريض إذا صام؟ هو أكثر شيء مثلا اللي يكون عندهم قصور كلوي، وإذا مثلا عندهم قصور كلوي مثلا في المراحل مثل ما قلنا 3 4 5، إحنا المضاعفات ممكن تكون جفاف، يعني عشان هم ما قاعدين يشربون ماء، وتدهور في وظائف الكلى. أوكي، فهذه اللي بيحتاجون أن يدخلون المستشفى ياخذون يعني سوائل عن طريق الوريد. أيوة بعدين ممكن يكون عندهم يستوي لهم مثلا يا زيادة في السكر يا يعني نزول في السكر، هبوط في السكر، فهذا الناس اللي يكون عندهم السكر فهذا بعد وايد مهم لازم يعالجونها. الأدوية إذا ما أخذوا الأدوية ممكن الضغط يرتفع وايد إذا ما أخذ الأدوية مثل ما الطبيب وصف له، فارتفاع الضغط سبب تجمع السوائل. في ناس فئة من المرضى يكون عندهم فشل كلوي يكون عندهم احتباس في السوائل. صح أوكي، فهذيل مثلا إذا صاموا على وقت الفطور ممكن يعني إذا مثلا ما حد نبههم يشربون كميات وايد من السوائل، هاي السوائل تتجمع أحيانا في الرئة ويسوي لهم ماي في الرئة، وهذا يكون خطر عليهم. أوكي، ممكن صح يؤدي إلى نقص في الأكسجين، عدم استطاعته إنه يتنفس بصورة طبيعية، فهذا يحتاج إنه يروح المستشفى وبعدين يعطونه يعني مدرات للبول عن طريق الوريد، ويعني يحتاج ممكن أحيانا إنه يدخل المستشفى وينام في المستشفى. صح وهي نقطة وايد مهمة.
لأنه ما يكون حاسب عمره بكمية الماي، لأنه تنصحون أنتم مرضى معينين بكمية معينة من الماي، فأكيد هو بعد الصيام ما بحاسب عمره خاصة مع العطش، فيشرب كمية كبيرة بدون ما يحس حتى بنفسه. في مجموعة ثانية من المرضى اللي هم مرضى الغسيل الكلوي، أيوة. اللي هو يعني المرضى اللي على الغسيل، في ناس على غسيل دم وفي ناس على غسيل بريتوني. الغسيل نفسه أتوقع دينيا هو يفطر، لأن إحنا قاعدين نعطي سوائل عن طريق الماكينة، أيوة قاعد ياخذ جلوكوز وسوائل، فعادة اليوم اللي عندهم غسيل هم ما يقدرون يصومون. الأيام الثانية إحنا دائما ننصحهم إن مثلا شرب الماي على الفطور يكون نفس الكمية في الأيام العادية، ما يزيدون أكلهم، ما يكون مالح وايد. البوتاسيوم، لأن عندهم البوتاسيوم يرتفع، لأن تكرمينهم ما يكون عندهم بول، ما يقدرون يتخلصون من البوتاسيوم عن طريق البول، فيتجمع في الدم صح فيرتفع، ممكن هذا يكون خطر على حياتهم. فنقول لهم يستمون على نفس الحمية مال البوتاسيوم، إنه يكون قليل في البوتاسيوم، يشرب ما يشربون عصاير، ما يأكلون تمر، يعني يكون بس تمرة واحدة على الفطور بس، لأن التمر وايد فيه بوتاسيوم. فهاي حق الناس اللي يعني يصرون ان يصومون هم على الغسيل الكلوي. بعد نقول لهم ان ما يتعرضون للشمس، ما يطلعون برا، واذا شافوا نفسهم تعبانين ما يصومون، يعني ما يتعبون يتعبون نفسهم. صح، ولا يضغط على نفسه أكثر، لأن صحته بعد في النهاية أهم. يعني سبحان الله، والله صرح يعني أن اللي عدم القائل يعني عدم قدرة الشخص على الصيام إذا كان مريض يعني بعد يقدر، يعني الحمد لله جائز في ديننا، يعني مو بأن شيء مشدد عليه، الحمد لله. دكتورة، تحدثنا الحين عن مرضى الكلى والصيام، الحين حابين تحدثين أكثر عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، ممثلة بمستشفى دبي لمرضى الكلى. احنا قسم الكلى في مستشفى دبي توفر غسيل دموي ل 262 مريض في الوقت الحالي. احنا نشتغل في 3 شفتات، يعني الصبح والظهر، وبعدين يكون بعد الظهر لين الساعة تقريبا 11 القسم شغال. ما شاء الله. عندنا تقريبا 33 مريض على الغسيل البريتوني اللي هو غسيل البطن اللي يسوونه في البيت. ايوه. وعندنا يعني نوفر خدمات حق المرضى اللي يدخلون المستشفى عن طريق الحوادث، مرضانا اللي هم يدخلون المستشفى في الأقسام. وعد نوفر لهم أنواع من الغسيل، أنواع المستمر، الغسيل البطيء، الغسيل العادي، الغسيل البريتوني. بعد نتكلم عن العيادات، عندنا عيادة تخصصية أيام الاثنين، أيام الثلاثة، أيام الخميس حق مرضى الغسيل. عندنا احنا وفرنا تقريبا من قريب، وفرنا عيادات حق مرضى الغسيل في القسم نفسه، عشان المرضى يتجنبون ان يجون زيارات زياده، يعني نفس الوقت هم على الغسيل احنا نشوفهم كعياده ونكتب لهم الادويه ونغير ادويتهم حسب حالتهم. ممتاز. هاي الاشياء اللي سويناها عشان نخفف من اعباء المرضى. انتم تعرفون لان صح. مرضى الغسيل الكلوي هم في معاناه دائمه. يعني الشيء الثاني اللي سويناه، في يعني عيادات جمعنا عيادات مهمة مثل عيادة السكر مع عيادة الكلى، عشان نشوف المرضى اللي يكون عندهم سكر مع كلى، عشان يعني نشوفهم وما يعني ما يجون في زيارات متفاوتة، يكونوا نفس الزيارة ونفس الوقت يعني نتفق مع دكتور السكر على العلاج وعلى الأدوية. الشيء الثاني سوينا عيادة حق الأمراض الروماتيزم مع أمراض الكلى، وهذا تقريبا مرة في الشهر نشوف المرضى اللي يكون عندهم أمراض روماتيزمية مثل الذئبة الحمراء، واللي يكون كلاهم متأثرة بالمرض نفسه، بالمرض، ونشوفهم ونحدد أدويتهم، يعني يكون في أكثر من دكتور، دكتور الروماتولوجي ودكتور الكلى. ممتاز. وهذا في يوم واحد المريض يخلص من أخصائيين، يعني بدل ما يكون له موعد هني والموعد ثاني في يوم ثاني، يعني يكون في نفس اليوم. صحيح. هاي كلها حق تبسيط الأمور حق المرضى اللي هم يعانون من أمراض الكلى. بعد في عيادة الأوعية الدموية اللي جمعناها مع عيادة الكلى أيام الخميس،
هذا حق المرضى، مثل ما تعرفين المرضى اللي يغسلون دم ايوه يحتاجون عملية الفيستولا. الفيستولا هو توصيلة الشريان في الوريد، فهاي نحتاج دكتور الأوعية الدموية عشان نسهل عليهم الأمور وما يضطرون يصيرون مستشفى راشد، لأن الأوعية الدموية قسمهم موجود في مستشفى راشد. إحنا سوينا عيادة كل أسبوعين هنا في مستشفى دبي، فنشوفهم هني دكتور الأوعية الدموية يكون موجود، يحتاجون أي تداخلي أي علاج تداخلي، يحتاجون أي أشعاعات نفس الوقت يقررون، ونبسط الأمور حق المريض. ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة صراحة، يعني الله شيء يسعدك. جميل بخصوص أن دمج أكثر من تخصص في نفس اليوم، يسهل على المريض أن ما يضطر أن أكثر عن يوم يكون متواجد في نفس اليوم وينشاف. دكتورة، نصائح طبية عامة توجهينها لمرضى الكلى. لمرضى الكلى ولا لكل الناس ولا لمرضى الكلى؟ مثل ما قلنا احنا اول شيء لازم المريض اذا هو عارف ان عنده مريض عنده يعني اي قصور كلوي او اي مشاكل في الكلى، المفروض يسال دكتوره قبل صح ما يصوم، هل انا يصح لي اني اصوم ولا لا، واذا مثلا ابغي اصوم يعني شو الاشياء اللي لازم اسويها. إذا مريض الكلى مصر إنه يصوم لازم ما يتعرض للشمس وايد، عشان تعرفين الحين تقريبا في الصيف، رمضان تقريبا في الصيف، بس إن شاء الله في السنين الجاية بيكون أكثر شيء الجو بيكون أحسن، فلازم ما يتجنب التعرض للشمس والإرهاق. ايوه إذا هو يقدر يشرب ماي، ما مو من النوع اللي يكون عنده احتباس السوائل، لازم يشرب كمية زينة من السوائل. الناس اللي يكون عندهم حصة مثل ما قلنا المفروض يعني يشربون كميات زينة من الماء، على من الأقل الماي 3 لتر بين الفطور والسحور. تجنب الأكلات المملحة، يعني هذا إحنا حق يأثر كل أكثر مرضى عليه. الكلى، أي أيوة شيء فيه ملح وايد المفروض يتجنبها. يعني الأكلات اللي فيها وايد بروتين، الأكلات اللي فيها وايد ملح، الأكلات السريعة، المياه الغازية، تجنب شرب الشاي، المنبهات الشاي والقهوة بكثرة لأنه يدر البول بعد يعرضهم أكثر شيء للجفاف. تجنب أخذ المسكنات بعد، إحنا دائما مو بس في رمضان، في الشهور الثانية بعد نقول حق المرضى اللي يعانون من كلى ما تاخذون أي مسكنات، لأن المسكنات تؤدي إلى تدهور وظائف الكلى أو وتؤدي إلى يقللونها على الأقل. فوائد. يقللون الدكتورة سيمة عبد الله العوضي، أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي، شكرا لك دكتورة. تسلمين، كلامك شكرا، بخير. وانتي بصحة وسلامة. مستمعينا الأعزاء، كانت هذه آخر فقرة لنا اليوم اللي هو بخصوص مرضى الكلى والصيام. حابة أشكر فريق العمل وياي اليوم، في الإعداد حسين البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج عيسى سبيل، ومحدثتكم دكتورة عاش البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس الوقت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.